السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم عندي اليوم قراءة لعزيزي برج الميزان الشمسي والقمري والطالع لشهر جوان أو يونيو أو حزيران. ولا تنسوا أنها قراءة معممة، قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا، وقد لا تنطبق على البعض الآخر، لذلك خذوا ما ترتاحون إليه من الرسالة واتركوا الباقي يعود ويرجع للكون في سلام. فهناك برج ميزان آخر يحتاج لهذه القراءة. غادي نشوفوا، اسمحوا لي نسيت ما الشمعة، أنا آسفة. غادي نشوفوا ما هي قراءة عزيزي برج الميزان لهذا الشهر، ثم غادي نشوفوا نصيحة ملائكة الحب والنصيحة السحرية. كانت من لكم حظ سعيد، حظ سعيد، حظ سعيد يا ربي الحبيب في القراءة وفي حياتكم العاطفية، في حياتكم الشخصية، في حياتكم المادية. كانت من لكم حظ سعيد في كل شيء إن شاء الله. نعم، لنبدأ. بسم الله. آسفة من جديد، التليفون عيطوا لي وأنا يعني كندير السحب، آسفة. مهم، لنواصل. عزيزي برج الميزان، البعض منكم عندكم هدف تريدون تحقيقه وتقومون بتوفير المال، يعني كتجمعوا الفلوس لان عندكم واحد الهدف، بغيتوا ديروا شي حاجه. نعم، ولا تريدون يعني تضيع المال، ما بغيتوش تضيعوا المال، هو يعني كتجمعوا المال، لا تريدون اضاعه المال. ربما تريدون شراء بيت البعض منكم، او التخلص من الديون، او بناء مشروع عمل البعض الاخر، او شراء سياره. مهم، ارى ان يعني لديكم هدف وتريدون تحقيقه وانتم تعملون بتوفير المال، كتجمعوا المال. نعم، والنتيجه ان شاء الله ستكون النجاح ان شاء الله والفرح بعد تحقيق هذا الحلم او هذا الهدف. البعض منكم كذلك يبحث عن انجاب طفل اخر. نعم، بالنسبه للمتزوجين يعني عندكم طفل وتريدون تبحثون عن يعني انجاب طفل اخر. نعم، والان القراءه العاطفية. عزيزي برج الميزان، أرى أن طاقتك أنت هي العصبية الشديدة، يعني تتصرف دون تفكير، تتخذ قرارات دون تفكير، يعني أنت منيرفي بزاف. نعم، منيرفي بزاف هذه الأيام، وتتصرف أن أنت برج هوائيك عزيزي برج الميزان، لكن طاقتك نارية. نعم، طاقتك نارية في هذه الأيام، أنت يعني كتعصب دغيا، تنفعل بسرعه وتتصرف يعني بالاندفاع يسيطر على حياتك وعلى افعالك في هذه الايام. نعم، ولماذا؟ لان علاش كتصرف هكذا؟ علاش؟ لان هناك فائض من الغضب، انكسيد كولير، يعني ليس فقط غضب شديد، بل ان يعني اكسيد كولير يعني فائض من الغضب. نعم، علاش؟ لماذا تفعل هذا؟ لمحاربة الحزن الشديد الذي أنت تتواجد فيه. نعم، نحن نتكلم عن انفصال ونهاية علاقة جميلة، علاقة حب. نعم، ما زال هناك حب، أنت تحبه، يعني هذه نهاية العلاقة بجوج، يعني كانت علاقة، ماشي العلاقة، كانت نهاية يعني فظيعة لكم بجوج. نعم، ودابا غادي نشوفوا ما هي طاقة الحبيب، لكن هذا الكارت تتكلم عن النهاية، لكن نهاية يعني رهيبة. نعم، لكما الاثنين يعني بجوج بكم، كانت نهاية او انفصال سيء بالنسبة لكما بجوج. نعم، بالنسبة لكما الاثنين، واخا. اذا وانت بسبب هذا الحزن الشديد تشعر بالوحدة، انت حزين بزاف، ماذا تفعل؟ يعني يعني سيت اون رياكسيون سيكولوجيك، يعني كرد فعل نفسي انت تتصرف بعنف شيئا ما، يعني بهذه العصبية الشديدة.
نعم، يعني تحارب الحزن بالغضب الشديد، هذه هي طاقتك أنت عزيزي برج الميزان. أما عزيزي برج الميزان، يعني هذا الحبيب الذي تسأله، طاقته كذلك طاقته كذلك هي الحزن، لكن بالتي هناك عزيزي برج الميزان، سنتكلم عن الشخص الآخر الذي تسأل عن طاقته، هي هناك آراء، خليط من المشاعر، مشاعر إيجابية وسلبية. نعم، يعني هناك ميلونج، يعني تري تري غرون دو سونتيمون بوزيتيف و نيجاتيف. يعني عندما أقول خليط، هذا الإنسان يعني كيفاش نشرح لكم، يعني ماشي ثلاثة ولا جوج ولا أربعة ديال المشاعر، الكثير، يعني عنده بزاف بزاف ديال مشاعر كثيرة ومختلفة، يستحيل حصرها في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. نعم، هذا الإنسان، خليوني نركز ونقول لكم المشاعر ديالو واحدة تلو الأخرى. واخا إذا كنت تسأل هل هذا الإنسان يحبك، نعم ما زال يحبك، أنت تحبه هو يحبك، هذا هو، ما زال يحبك، وهذا الكارت يتكلم عن الحب الصافي. لكن الله يخليك، خليوني نركز في المشاعر وفي الطاقة ديال الحبيب، هذا الشخص الذي تسأل عنه. لا تنزل واحد الكارت هنايا. نعم صافي. نعم، هو قلنا أن هذا الإنسان لديه خليط كبير من المشاعر، بزاف ديال المشاعر، إيجابية وسلبية. هذا الإنسان لماذا؟ هذا الإنسان يكبت المشاعر، يريد أن يأتي، نعم يريد أن يعود إليك، يريد العودة إلى الحبيب، أنت الحبيب، أنت حياته، لكن كبرياؤه يمنعه، يعني الكبرياء ديالو لا يحب أن يظهر ضعيفا، يعني هو نقطة ضعف هذا الإنسان. هذا الإنسان أولا طاقته نارية أو بلاتي، يعني أرى المهيمنة هي نارية، يعني حمل أسد أو قوس، وكذلك هوائية مثلك، يعني ميزان دلو وجوزاء. نعم، هذا ما أراه دابا. طاقة الحبيب، قلنا هذا الحبيب نقطة ضعفه هو أن تراه ضعيفا، شوفوا التناقض، نقطة ضعفه هو أن تراه ضعيفا، هو الإنسان يعني الكبرياء ديالو يمنعه من، يعني ما كيخليهش يظهر المشاعر الحقيقية، يعني هناك كبت وكتمان المشاعر الحقيقية عند هذا الشخص. هو الآن يدرك أن هذا الانفصال والابتعاد يؤدي الى فقدانك، يعني غادي يخسرك. هو الان كيفكر انه غادي يخسرك، لديناها يعني هذا التفكير والقلق الكبير بانه يعني يخسرك. نعم، هذا من جهة يعيش في حزن وكآبة، شوفوا بجوج الكارت يفكر فيك بزاف ويعيش في كآبة وحزن شديد. لماذا؟ لان هناك مشاعر، يعني هناك مشاعر حب حية. نعم، وفي نفس الوقت يحس بالندم، ندم كبير، لدينا حزن، لدينا كآبة، عندنا الندم، عندنا الخوف من يعني أن يخسرك. نعم، أنا أركز فقط في طاقة الحبيب، لن أتكلم يعني عن سبب الانفصال، لأنكم أنتم يعني تطلبون لي يعني دائما القراءة أن تكون عاطفية، وهل سيعود الحبيب، لذلك أنا سأركز في طاقة الحبيب. نعم، عندنا كذلك هذا الإنسان أنه يعني رغم ما فعله، لدينا الكبرياء كذلك، رغم ما فعله هو يفكر أن الأشياء بينكما لم تنتهي. لماذا؟ لأنه يحبك، يعني المشاعر دياله ما كتخليش ترونكيل، ما كتخليش يعيش يعني بسلام. نعم، يعني لدينا تأنيب الضمير هنا في هذه القراءة. نعم، ويخدع نفسه، يكذب.
نعم يكذب، يعني كتمان المشاعر، نعم، وهناك رغبة شديدة في إنقاذ هذه العلاقة، هذا ما تقوله هذا الكارد، هناك رغبة شديدة في إنقاذ هذه العلاقة وهذا الحب، لكن من جهة أخرى هو لا يريد الاعتراف، لا يريد الاعتراف بأنه يعني يحتاج إليك. هذا الإنسان يعني في واحد الكبرياء لكن با نورمال. نعم هو يحبك، يحتاج إليك، نعم، وهو الآن في حالة تأمل وتفكير، لأن هذا الخليط من المشاعر يعني مرضاته، نعم مرضاته، هو مريض لأن لديه خليط من المشاعر، وبالتالي لديه صراع عنيف، وبالتالي حرب داخلية، حرب داخلية مع راسه، مع نفسه، نعم. إذا ماذا سيفعل هذا الحبيب؟ يريد التواصل، يريد، هذا الكارت تقول أنه يريد التواصل، أنك أنت حياته، يعني هذا حب صافي، حب توأم الروح، حب صافي، حب حقيقي، حب توأم الروح، نعم، هذا الإنسان يريد التواصل معك، نعم، و هذا الكارت تقول أن هذا الإنسان يفكر، هذا كذلك كارت المعاناة، وكذلك كارت التفكير العميق بزاف، ليس التفكير العميق هو هذا يعني التأمل والعزلة، لكن هذا هو التفكير، يعني كيفكر فيك بزاف 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 ليل ونهار، وهذا التفكير ما كيخليهش يعني ترونكيل، نعم، وهو الآن يفكر بطريقة إيجابية، يفكر في بناء حياة جميلة معك، يعني هو هذا الإنسان يطبق قانون الجذب، هذا الإنسان يقوم ببناء الواقع الذي يريده معك أنت حبيبه، نعم، وما دامت هذه الأفكار في عقله فهذا ما سيحدث، يعني لدينا قانون الجذب من جديد، يعني ستتجسد، يعني هو أفكاره الآن، يعني لنترك المشاعر السلبية، ويعني الخليط الذي تكلمنا عنه، يعني هذه المعاناة التي يعني يحس بها ويشعر بها، الآن هذا الإنسان بعد التأمل العميق الآن يريد التواصل ويخطط في عقله، نعم، الدفاع، التأمل، العزلة، يعني فكر، والندم والشعور ب، نعم شعور بتأنيب الضمير، وهذه هي يعني كارت أنه يعني يفكر أن الحب، كارت الانتصار، نعم كارت الانتصار، الحب سينتصر في الآخر، لماذا؟ لأنه سينهار، ولماذا سينهار؟ لأنه يحبك، لأنك أنت حياته، يعني بدونك الحياة ظلام، بدونك، نعم هذا الإنسان يحبك، نعم، وإذا قلنا هذا الإنسان يريد التواصل وهو يرسم ما يريده حقا، خلوني نشوف الله يخليكم الكاميرا لأن أحيانا كتطفلية، وهو ما يريد هو بناء واقع جميل معك، نعم، وبالتالي هذا سيحدث، لذلك عزيزي برج الميزان الله يخليك غادي نزيد، هذا أنت يعني لا تفقد الأمل، هذا لا تفقد الأمل أبدا، لا تفقد الأمل ولا تغرق في أحزانك، نعم، لابد أن تكون لديك ثقة قوية ولا تفقد الأمل، الله يخليك، لأنها مسألة نمو شخصي، مسألة نمو روحاني، هذا الإنسان يعني هو دين سماوي، نعم، عليه أن يتعلم من هذه من أخطائه، نعم، وهذه التجربة ستجعله ينمو، ينضج روحانيا، يعني إنسان عندما سيعود هذا الإنسان وهو يفكر بالعودة لأنه يخطط ذلك في عقله، سيعود إنسان أفضل، إنسان جديد، لذلك عزيزي برج الميزان الله يخليك، أنت يعني ابقى في سلامك، يعني أنت كذلك يعني خرج من تلك السلبيات، يعني من طاقتك السلبية، من ذاك الغضب، ومن ذاك الحزن والشعور بالوحدة والكآبة، خرج أنت يعني خرج من ذيك الدائرة السوداء،
وأنت كذلك يجب أن تكون ذبذباتك هي الصفاء، السلام، الوئام. لماذا؟ ليعود الحبيب. يعني هو عمل من طرفكما بجوج، هو يعني يعمل من جهة هو ندمان ويفكر فيك ويحبك رغم ما ارتكب، يعني رغم الخطأ الذي ارتكبه. يعني نحن لا نتكلم عن الماضي، فقط عن طاقتكما، طاقة الحبيب وطاقتك أنت. نعم، وهذا الإنسان يشفى، هذا الإنسان يتعلم من أخطائه. نعم، هو يسد دين سماوي الآن. نعم، يتعلم. لكن عزيزي، يعني الأحداث، الأشياء لا تحدث عندما تريد أنت. نعم، لتحدث الآن الأشياء أو سأنهار، لا، الأشياء تحدث كما خططها الكون. دائما أقول نفس الشيء، الأشياء مكتوبة عند الخالق. لذلك أرجوكم، الحياة مكتوبة ومرسومة، كل ما علينا هو أن نكون إيجابيين وأن نسلم أمرنا للخالق. لا يمكن تغيير الماضي، نعم، لكن يمكنكم التعلم من هذا الدرس، يعني من درس الماضي. هذا الإنسان يحتاج لوضوح. نعم، يحتاج لوضوح، هذا الإنسان يحتاج لرؤية النور، يحتاج لوضوح، يحتاج لوضوح عقلي وشفاء روحي. لكن أنت كذلك يجب أن تعمل يعني من جهة ديالك، حتى أنا، لأنها طاقة توأم الروح. هناك تواصل عميق كبير بينكما، شديد تواصل، نعم كبير، تواصل روحاني. هناك ما زال هناك حب وشغف كبير من طرف هذا الإنسان، ويفكر فيك ويريد يعني هذا ما في عقلي. يعني أنا كنزيد الكارت كنشوف هل سيعود، لكن فقط أرى أنه يخطط ويفكر ويحبك. يعني أرى أن هناك يعني حب وتفكير في الاستقرار، ويعني حب توأم الروح ومعاند. أنتم يعني عشتم شي تجربة يعني قبيحة بزاف، لذلك لنترك الوقت يعني يشفي هذه المرحلة. أنت تحتاج للشفاء وهو يحتاج للشفاء أكثر، لأن الخطأ هو منبع الخطأ، هو الذي ارتكب الخطأ، لذلك هو يعاني أكثر منك. أنت تعاني لأنك تشتاق إليه، لأنك تحبه، لكن أنت روحك يعني روحك روح ديالك مرتاحة، لأنك أنت يعني ليس لديك ندم، أنت لم تفعل أي شيء سلبي لهذا الإنسان، لكن العكس هو الصحيح. لذلك هو يعني هو معاناته أكبر من معاناتك، لأن ضميره يؤنبه. لذلك أرجوك عزيزي برج الميزان، كن متفائل، الله يخليكم. فهذه قصة حب جميلة ونهايتها جميلة. أنا كنزيد الكارت كنشوف هل يعني العودة ستكون قريبة، لكنه يخطط. يعني كل الكارت تتكلم عن أن هناك سيكافح، سيدافع، يحبك، يريد بناء، لكن لا أرى عودة دابة، لكنه يفكر ذلك. وبما أنه يفكر ذلك، هذا لأن هناك مشاعر قوية، وعندما يكون هناك حب، يعني الحب هو الذي ينتصر دائما، هو في عقله، هو يعني أن يكون معك. نعم، كانت كلها كرت جميلة، كرت حب، وقلنا أن طاقة هذا الحبيب نارية وكذلك هوائية. يعني قلت لكم هوائية ونارية، المهم أنا نسيت، هي طاقة نارية وهوائية، أقول ذلك من جديد. نعم، إذن هذا الإنسان سيدافع. نعم، ما في عقله هو أشياء جميلة، هو الحب، ويعني الخليط من المشاعر الذي تكلمنا عليه قبيلة، لكنه يحبك. وما دام هناك حب فهناك انتصار، هذا الإنسان سينهار في الأخير، والنهاية ستكون انتصار الحب، وبالتالي هذه هي نهايتكم. يعني أنت هو الاعتذار، يعني نعم يطلب منك السماح والعودة إن شاء الله، لكن لا أرى العودة دابا. يعني أنا عييت من دير الكارت، لكن يكفي. لكن ما دام هناك حب كبير، حب توأم الروح، فتوأم الروح لا مفر منه، فسيعود، أكيد سيعود إن شاء الله يا ربي. لنرى يعني لنقوي القراءة بنصيحة الملائكة والنصيحة السحرية، كتقول الحب الحقيقي، ها هو الحب، حب حياته، هذا هو حب حياته، تقول هذا الكلام. وهذه تقول خدعة، تقول في هذه العلاقة واحد منكم يحمل قناع، قناع يعني
لكن هذا لا تعني يعني انه يعني يخدعك او يخونك، هذا يعني هذا الكارت يعني لها يعني الرسالة لديها معاني يعني مختلفة، وهذه تعني يعني الكذب، يحمل القناع انه يكذب. وماذا يعني ذا يعني ما قلناه في البداية، انه كبت المشاعر، يخفي مشاعره الحقيقية. لماذا؟ لانه يحبك، لانه يحبك، يحبك، ما زال يحبك. إذا لم تكن هناك مشاعر يعني ماذا سيخفي؟ لا شيء، كان يعني كان سيعيش يعني تخونكيل ومع يعني تخونكيل مع راسه، ما عنده. إذا لم تكن هناك مشاعر فليس هناك ما نخفي، وما دام هناك مشاعر فهو يخفيها وهو لديه أسبابه. نعم. أما الكرت الأخيرة تقول اطلب ما تتمنى، اجعل الكون يستمع لما تحتاج إليه. يعني من جديد الدعاء والإيمان، الله يخليكم، الدعاء والإيمان وعدم فقدان الثقة ولا الأمل، الله يخليكم. اليوم ما غاديش ندعي معاكم الله يحفظكم الله يخليكم، لا، اليوم كل ما أطلبه منكم أرجوكم، سيفو بلي سيفو بلي، الله يخليكم، أرجوكم كونوا إيجابيين، الله يخليكم كونوا إيجابيين، هذا هو الحل الوحيد. يعني ليس هناك يعني حلول أخرى، إما تغرق في الحزن للأبد وتجذب المزيد من الحزن، أو تنفتح مثل وردة فصل الربيع، نعم، وتشكر يعني وتنظر للشمس مثل ما تنظر الورود للشمس وتفرح وتنفتح. هذه هي الطاقة التي أريدها في أحبابي وإخواني في هذه القناة. لماذا أقول هذا؟ لأن البارح توصل واحد التعليق انها يعني تصدمت، واحد التعليق يعني خلته لي واحد البنت، لا اتذكر الاسم، مها او شيء من هذا القبيل. انا لا يعني لا اجب عن التعليقات لانها الاف التعليقات، لكن البارح يعني انهارت، نعم، وكنت عييت، ومع ذلك يعني اجبت على التعليق. لن اقول لكم ماذا كتبت، يعني في اخر يعني الفيديو الذي قمت بتحميله البارح، اخر برج، ماذا كان البرج ديال اخر برج البارح، العقرب، ياك العقرب، نعم، في برج العقرب تركت لي واحد اللي يعني، وانا انسانه حساسه الله يخليكم، يعني لا تتفوهوا بهذا النوع من الكلمات بهذه السهوله، الله يخليكم، انتم بنيتات زوينات ولديكم حياه جميله، يعني حياه طويله، لماذا تتفوهون بهذه الاشياء السلبيه؟ انا لا افهم، يعني لا أحد يعني يستحق أن يعني أن أنهار من أجله بهذه الطريقة وأن تفوه بهذه الكلمات. وأعد لن أقول ما قالته، لا أحب يعني هذه السلبيات في قناتي لأني أنهار معكم، الله يخليكم. إذا كنتم تريدون أن أكون متفائلة وأرسل لكم هذا التفاؤل وهذه الإيجابية، الله يخليكم، ما تصدمونيش، ويعني لا تجعلونني أنهار. أنا إنسانة سلبي، حساسة بزاف، حساسة بزاف، لا يمكنكم أن تتصوروا. يعني وعندما أقرأ التعليق أنا أحس بك يا أختي، كيفاش يعني كتلقي لي هذا التعليق يعني بهذه السهولة؟ الله يخليك، الله يخليكم، كونوا إيجابيين سيلفو بلي، الله يخليكم. مهم، كونوا إيجابيين سيلفو بلي. إذا كنتم تحبون إيمان وتحبون قناتي وتريدون يعني أن نواصل في هذه القناة، قناة الحب، يعني أنا الاسم ديالها هي كوسميك لوف، أن نحب بعضنا، لذلك لا تجرحونني، أنا أعرف أنك تتكلمين عن نفسك، تتكلمين عن يعني كآبتك، لكن أنا إنسانة حساسة وأحس بما تحسين به ربما بطريقة يعني بشكل مضاعف، يعني مضروبة في 100 أو في 1000 أو في ما لا نهاية، أنا إنسانة حساسة بزاف، لذلك حذاري من الكلام الذي تكتبونه، الله يخليكم، أنا أعرف أنك يعني تتكلمين عن نفسك، لكن الله يخليكم، كونوا إيجابيين سيلفو بلي، إذا كنتم تحبونني كونوا إيجابيين، أرجوكم، مهما كانت القراءة، مهما كان واقعكم، كونوا إيجابيين، ويعني أنتم الآن تستمعون لكلام، كلام إيمان، نعم، لكن عوض أن تستمعوا فقط يعني جربوا، كونوا إيجابيين يعني لمدة، يعني كتبوها في ورقة،
اكتبوا يعني اسمكم، واكتبوا يعني انكم ستكونون ايجابيين وستبتسمون اكثر وستضحكون اكثر، ولا تفكرون في هذا الحد بطريقة سلبية ولا ولد الحرام ولا الزفت ولا هذه الاشياء السلبية. احيانا كتضحكوني لكنها في الحقيقة يعني سلبية. ما تفكروش هكذا، لا هذا الزفت لا ولد الحرام، لا هذا الله يعني ظلمني الله، وهذا وهذا الدعاء السلبي. لا، اكتبوا في الورقة ما تريدونه، اكتبوا نعم اكتبوا أحلامكم وأمنياتكم اكتبوها، لكن يجب أن تطبقوا ما أقوله، أن تكونوا إيجابيين بعقلكم بروحكم وبقلبكم وبأجسادكم. يعني ارتاحوا، ضحكوا، شطحوا، ارقصوا، غنوا، كل هذه أشياء إيجابية تساعدنا وترفع من ذبذباتنا الإيجابية.